إذا صمت الثالثة عشر وتركت الرابعة عشر وصمت الخامسة عشر وتركت السادسة عشر، فهل يعتبر هذا من صيام داود عليه السلام؟ صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما كل الدهر، ولم يكن يخص ثلاثة أيام من الشهر، وإنما كان يصوم دائما، يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا خير الصيام. وإذا أراد الإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم أيام البيض فهذا من السنن أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الشهر كله، ولكن كلما زاد الصيام حتى يصل إلى صيام داود فإنه يكون أفضل وأعظم أجرا. إنما المكروه أو المنهي عنه أن يصوم الإنسان الدهر ولا يفطر أبدا، هذا هو المنهي عنه، فإن بعض الصحابة لما قال أما أنا فأصوم ولا أفطر قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر ومن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.